سلام جميعا، كيف حالكم؟ معكم يارا حماد، ماجستير كيمياء من الجامعة الأردنية. زي ما بتعرف، لو عندك استفسار على المادة أو حتى ملاحظة، في رابط أكاونت على الانستغرام موجود بالدسكربشن، تقدروا تبعتوا لي مسج تاني لحتى يوصلكم إشعار لما تنزل بقية الفيديوهات. ما تنسوا تعملوا سبسكريبشن وتشغلوا نوتيفيكيشن للقناة. اليوم إن شاء الله بنبلش بإكسبيرمنت 5، هي يعني ريدوكس تايتريشن. هلا كل التجارب اللي راحت كنا ناخذ أسيد بيس تايتريشن، تمام؟ شو يعني؟ كنا نحط بالبيوريت مثلا NaOH وهاد بيس، ويكون في عندي تحت الانالايت تبعي عبارة عن اسيد، فسميناها اسيد بيس تايتريشن. طيب في عندي نوع تاني من التايتريشن هو ريدوكس تايتريشن، ويكون عندي خلينا نحكي بالبيوريت اوكسيدايزنج ايجنت، تمام؟ او دقيقة، مادة رح يصلها ريدكشن، والانالايت عندي اللي بحطه بالفلاسك بيكون عندي ريديوسنج ايجنت او مادة رح يصلها اوكسيديشن. عشان هيك سميتها ريدوكس تايتريشن، لأنه فعليا رح يصير عندي اوكسيديشن ريدكشن رياكشن. طيب هلا شو الانالايت عندي اليوم بهاي التجربة؟ هو ال Fe2 بلس، بدي اطلع الكونسنتريشن اللي له، وال Fe3 بلس. هاد هو الانالايت اللي رح احطه بالفلاسك، بينما اللي رح يكون عندي التايترانت هو ال K2Cr2O7، تمام؟ هاد انالايت وهاد عندي التايترن. طيب هلا شو مين رح يصير له اوكسيديشن، مين رح يصير له ريدكشن؟ ال Fe2 بلس رح يصير لها اوكسيديشن، تمام، ل Fe3 بلس، تمام، هاي اوكسيديشن. واللي راح يصير له ريدكشن فعليا هي السي ار، تمام؟ مش كان عندي سي كي 2 سي ار 2 او 7، فعليا انا الكروميوم هي راح يصير لها ريدكشن، اللي هي بالاصل موجوده على شكل 6 بلس او اوكي 6 بلس، تمام، هون بلس 3 الكترونز بتعطيني سي ار 3 بلس، هاي ريدكشن. طيب هلا انا فعليا عمليه الريدكشن لازمني اسيدك ميديوم لحتى تصير ريدكشن، تمام؟ فبالتالي هاي المعادله مش هيك بسيطه زي ما انا كاتبتها، لا، بدنا نيجي نكتب الفول اكويشن كمان مره. الريدكشن لازمه اسيدك ميديوم، لازم احط اتش بلس لحتى يصير في عندي هاد الريدكشن. فنكتب سي ار 2 او 7 2 ماينس، تمام، بلس 14 اتش بلس بلس 6 الكترونز بتعطيني 3 او سوري 2 سي ار 3 بلس بلس H2O او 7 H2O. هاي هي معادلة الريدكشن الفول اكويشن، تمام. هلا اذا بدي اطلع النت اكويشن بدي اجمعهم، بس احنا بنعرف بالاكسيديشن ريدكشن رياكشن ما بقدر اجمع والعدد الالكترونات مختلف، لازم يكون عندي نفسه. بالتالي هون انا عندي 6 الكترونز، هون عندي 1 الكترون، لازم اضرب هاي تايمز 6. طيب هلا بس اضربها تايمز 6، خليني بس اعدل، هاي بتصير عندي 6 وهون برضو 6 وهون 6 الكترونز. تمام، هلا بقدر اجمع الايكويشن الكترونز مره از برودكت مره از رياكتنت، بقدر اجمع هيك. برضو بتشيكوا انه حلكم صح، انه مره الالكترونات يكونوا عندكم بعد السهم ومره قبل السهم بالتو ايكويشنز، فهيك هدول راح يكنسلوا. هلا بجمعهم هون اف اي 6 اف اي 2 بلس بلس سي ار 2 او 7 2 ماينس بلس 14 اتش بلس بتعطيني 6 اف اي 3 بلس بلس 2 سي ار 3 بلس بلس 7 H2O. هاي هي النت إكويشن مع تجربتنا لليوم. هلا قبل ما نبلش نحكي عن الاكسبيرمنتال بارت والكالكوليشنز، خلينا نحكي شوي عن K2Cr2O7 بوتاسيوم دايكروميت. طبعا حكينا هذا رح اسميه اوكسيدايزنج ايجنت، ليه؟
لأنه رح يصير له reduction oxidizing agent. تمام، بالمانيوال حاطين لكم بعض الفروقات بينه وبين البوتاسيوم دا بيرمانجنيت KMnO4. خلينا نعمل تابل أحسن. KMnO4 و K2Cr2O7. تمام، أولا بوتاسيوم دايكروميت هو بيور. ثانيا لو أنا حضرته مثلا اليوم ورجعت له بعد أسبوع بلاقيه تقريبا نفس الكونسنتريشن، أو الكونسنتريشن اللي هو ما بيتغير بسهولة مع الوقت. فهون خلينا نحكي ستابل، الكونسنتريشن لإله ما بتغير مع الوقت. خلينا نكتب هون سيم كونسنتريشن، راح أختصر كونسنتريشن هيك. تمام، for a long time. طيب غير هيك احنا حكينا الكروميوم راح يصير له reduction من 6 بلس ل 3 بلس. تمام دقيقة، 6 بلس راح يصير عندي كروميوم 3 بلس. هلا ما عندي كروميوم مثلا 5 بلس، ما عندي كروميوم 4 بلس. تمام، بالتالي انا هون بدي اياه يروح بس من 6 بلس ل 3 بلس، فما عندي نحكي اكسيديشن ستيت بيناتهم. تمام، فكمان مره هون بس عندي خلينا نحكي الاكسيديشن ستيت هي اما 6 بلس او 3 بلس. تمام، غير هيك انا ما عندي، وبالتالي انا بس بدي اياهم هدول التنتين يكون عندي، ما بدي يكون عندي اكثر من ستيت. تمام، فنكتب هون نو اذر ستيبل اكسيديشن ستيت، راح اختصر هيك اكسيديشن ستيت. اوكي خلينا نكتب between 6 and 3. تمام، ففعليا انا هون بس بدي يكون عندي two oxidation states، واحدة قبل ما صار له reduction وواحدة بعد ما صار له reduction. بينما كان في عندي اكتر من state، طب انا عند اي state ما بعرف. اوكي نيجي نحكي عن KMnO4، او قبل ضل عندي advantage واحدة اللي هي الكلورايد ايون نحكي cannot be oxidized، او نحكي انه هاي البوتاسيوم دايكروميت كانت اوكسيدايز سي ال ماينس. تمام، هاي اخر ادفانتج لإله. ليه؟ لانه انا بهاي التجربه راح استخدم كلورايد، فانا ما بدي اياه يروح يتفاعل مع الكلورايد، انا بدي اياه يتفاعل بس مع الاف اي. تمام، طبعا فعليا هي Fe2 بلس رح يتفاعل معها، فانا هون كمان مره بالتجربه رح استخدم كلورايد. انا ما بدي ماده تروح تتفاعل مع الكلورايد ومع الانالايت تبعي، لا بدي اياها تتفاعل بس مع الانالايت اللي انا بدي اياه اللي هي الاف اي. طيب نيجي على KMnO4، بالتالي هون رح يكون لسه بيور. ماشي، هون رح الاقي ستيبل ستيتس. زي مثلا بلس 4 يطلع عندي، هاي ممكن الاقيها وانا ما بدي هاي الشغله. طيب غير هيك خلينا نحكي انه ممكن الكونسنتريشن اللي يتغير مع الزمن. تمام، نحكي هون كونسنتريشن ما يفاري. تمام، انه ممكن يتغير مع الزمن. طيب بس هلا في ادفانتج واحده للKMnO4 على الK2Cr2O7 اللي هي انه هاد سترونجر، او نحكي سترونج اوكسيدايزنج ايجنت ذان بوتاسيوم دايكروميت. سترونج اوكسيدايزنج ايجنت. تمام، خليني اكتبها. اوكي انتوا اوريدي التابل موجود عندكم. تمام، بس انا عشان الاقي الحاله مساحه هون نكتب سترونجر oxidizing agent. تمام، هاي الفروقات لازم تكونوا عارفينها، ممكن تسأل عنها بالامتحان سؤال statement. اوكي هلا نيجي نحكي عن الاكسبيرمنتال بارت. هلا ببارت A انتو حددتوا الكونسنتريشن لل Fe2 بلس، او خلينا نحكي فعليا البوتاسيوم دايكروميت بيتفاعل بس مع ال Fe2 بلس. ليه؟ لأنه الأنون اللي أنتوا أخدتوه اللي أعطوكم إياه باللاب كان فيه عبارة عن Fe2 plus mixture و Fe3 plus. فأنتوا لما تبلشتوا تنزلوا
بالبوتاسيوم دايكروميت فعليا بوتاسيوم دايكروميت بس بتفاعل مع الاف اي 2 بلس، الاف اي 3 بلس ما راح يتفاعل معها نهائيا. تمام، فاول تجربه او اول بارت كان انكم تطلعوا كونسنتريشن للاف اي 2 بلس. كمان مره ليه؟ لانه البوتاسيوم دايكروميت ما بيتفاعل الا مع الاف اي 2 بلس، اف اي 3 بلس ما بيتفاعل معها، وانتم الانون تبعكم كان عباره عن ميكستشر بين هدول التنين. طيب هلا شو عملتوا؟ اجيتوا انتوا اخذتوا 10 مل من الانون، اوكي خلينا نكتبها انون، بعدين ضفتوا H2SO4 لانه حكينا بده باسيدك ميديوم 10 مل H2SO4. خلينا نكتب هون Fe 2 بلس و Fe 3 بلس، هذا الانون تبعكم. تمام، بعد هيك حطيتوا الانديكيتر اللي هو الفينيل امين، او بالاصح هو دايفينيل امين انديكيتر. بعد هيك بلشتوا تعملوا تايتريشن، او قبل التايتريشن برضو ضفتوا H3PO4 الفوسفوريك اسيد. تمام، هون نحكي H3PO4 حوالي 5 مل. بعدها بلشتوا تعملوا بالتايتريشن، تمام، بالK2Cr2O7. طيب هلا هاد لونه اورنج، اورنج، والسوليوشن هون عندكم اياه كامل الفلاسك كلرلس. تمام، ضلتكم تعملوا تايتريشن لحد ما صار عندكم اللون فيولت. تمام، نحكي فيولت بلو. وبعد هيك سجلتوا الفاينل فوليوم، فكمان مرة أخدتوا 10 مل من الأنون، حطيتوا 10 مل H2SO4 و 5 مل من H3PO4، دايما ما عندي تايتريشن بدون انديكيتر. بعد هيك بلشتوا تعملوا بالتايتريشن، سجلتوا أول إشي الانيشال فوليوم قبل ما تنزلوا، بعد هيك صرتوا تنزلوا لحد ما صار عندكم اللون فيولت، وقفتوا التايتريشن وسجلتوا الفاينل فوليوم. نيجي نطلع الكونسنتريشن للإف إي 2 بلس، لازم بالأول نكتب المعادلة. كانت عندي المعادلة 6 إف إي 2 plus plus Cr2 O7 2 minus plus 14H plus بتعطيني 6Fe 3 plus plus 7H2O، أو خلينا نكتب 2 Cr3 plus plus 7H2O. تمام، أنا اللي بيهمني بس من كل هاي الإكويشن المولر ريشو بين هاي وهاي. تمام، كمان مرة من الإكواشن بس بهمني المولر ريشو بين الأنالايت تبعي والتايترنت اللي استخدمته. طيب هلا بنكتب M1V1، هاي معادلة التايتريشن، equals M2V2، بس ننتبه إنه أقسم على number of moles من الإكواشن عشان يطلع معي الريشو صح هون N2. تمام، لو افترضنا إنه هاي Fe 2 plus وهاي لل Cr2O7. طيب هلا المولاريتي للاف اي هي الانون تايمز الفوليوم انتو اخدته 10 مل على مولاتها من الايكويشن 6 ايكوالز المولاريتي للسي ار 2 او 7 بعطوكم اياها وبالعاده بتكون 0.02 بتكون مكتوبه على البوتل تايمز في 2 لنفترض مثلا طلع معاكم الفوليوم 10 او لا 10 كتير هي بالعاده ما بتستهلك هالقد حوالي مثلا 3 مل. تمام، هي تجربه ما بتستهلك كتير فوليوم. طيب اوكي، على مولاتها من المعادلة اللي هي 1. طيب بس بدي انبه على الفوليوم انكم انتم بتكونوا عاملين مثلا 2 ترايلز او 3 ترايلز. تمام، نفترض انكم مثلا عملتوا 3 ترايلز بتاخذوا الافرج لإلهم في بار، بتاخذوا الافرج للفوليوم مثلا طلع معكم 3.1 و3 و3.2، هدول بتاخذوا لهم الافرج. تمام، طيب فهلا شو بدي اعمل؟ بس هون تايمز 6 اوفر 10 مشان اطلع المولاريتي للايرون، فنكتب هون M Fe 2 plus equals 0.036. تمام،
هاي ايش هي؟ مولاريتي، او نحكي مول بير ليتر. طيب بالعادة بطلبوها منكم بجرام بير ليتر، بس بنضرب بالمولر ماس، فبحكي 0.036 تايمز المولر ماس للايرون هي 55.8، بيطلع معي اليونت او بيطلع معي الانسر، واليونت بتكون عندي جرام بير ليتر. نيجي على بارت 2، هو البارت الاطول، انه بدي احدد الكونسنتريشن للاف اي 3 بلس. ليه؟ انا هون بالانون تبعي بس حددت الكونسنتريشن للاف اي 2 بلس، طبعا بدي اطلع كمان الكونسنتريشن للاف اي 3 بلس. فهون شو بنعمل؟ بدي احول جميع الانالايت لاف اي 2 بلس، يعني فعليا الاف اي 3 بلس بدي اعمل لها ريدكشن لحتى تعطيني اف اي 2 بلس، بعد هيك بفاعلها مع الدايكرومات وبنشوف كيف بنطلع تركيز الاف اي 3 بلس. بس خلينا نخلي بالنا انه تركيز الاف اي 3 بلس بالمره او سوري 2 بلس طلع معانا 0.036، انه رح نرجع نستخدمه. طيب هلا عشان اعمل ريدكشن للاف اي 3 بلس، طب مشان تعطيني اف اي 2 بلس كمان مره، هاي عمليه هون ريدكشن، بالتالي بدي اخذ ماده يصير لها اوكسيديشن، فالماده رح يصير لها اوكسيديشن هي الزنك، بالتالي زد ان بلس اف اي 3 بلس رح تعطيني زد ان 2 بلس بلس اف اي 2 بلس. تمام، هاي اوكسيديشن هاي ريدكشن. طب كيف بدي اعمل هاي العمليه؟ هون كان في عندي 2 ستيبس. اول شيء احضر ايش اسمه جونز ريدكتر، هون كنا نحضر جونز ريدكتر. بهاي الستب شو عملنا؟ رحنا اخذنا زنك حطيناه بفلاسك، تمام، حوالي 10 جرام اخذنا، تمام اوكي، هون زنك حوالي 10 جرام. بعد هيك شو عملنا؟ حطينا عليهم اتش جي ميركوري كلورايد سي ال، تمام، هون HgCl2 حوالي برضو 10 مل، تمام، ضليتكم تحركوا فيهم، عملتوا شيكينج تقريبا 5 دقايق بإيدكم، ضليتكم تحركوا فيهم، بعدين عملتوا ديكانتيشن، صرتوا تزلوا فيهم ديكانتيشن، صرتوا تزلوا فيه دقيقة، بعدين صرتوا تعملوا له واشنج بوتر حوالي 3-4 مرات. فكمان مرة لحتى تحضروا جونز ريدكتر، أول شيء أخذتوا زنك حوالي 10 جرام، ضفتوا عليهم HgCl2 ميركوري كلورايد، بعد هيك صرتوا تحركوا فيه بإيدكم، تمام، حوالي 5 دقايق، بعدين عملتوا ديكانتيشن، زليتوا الليكويد الموجود عندي، بعدين عملتوا واشينج بـ H2O 3-4 مرات. بعد هيك شو عملتوا؟ الزنك اللي ضل عندي، انتوا بعد ما زليتوا عملتوا ديكانتيشن واشينج، شو ضل عندي؟ الزنك لحاله، تمام، ضل عندي السوليد. طيب ضفتوا عليهم الانون 10 مل انون لحتى هون يصير في عند الريدكشن، وكمان H2SO4 حوالي 40 مل. بعد هيك بلشوا تعملوا بويلينج، هون نحكي صار عندي بويلينج، اتوقع طلبوا منكم تحطوا هون فنل، تمام. طيب هلا ضلتكم تعملوا بويلينج لمتى؟ هون كان عندي الكلر فعليا يلو، تمام، لحد ما يصير في عندي كلرلس. وقفتوا عملية البويلينج لحتى تشيكوا هل انه فعليا خلص كل الـ FE3 بلس تحولت لـ FE2 بلس، كنتوا تعملوا تيست، تمام، تاخدوا عينة وتحطوها بمثلا مش عارفة ايش كنتوا تحطوها، وتضيفوا عليها من NH4SCN أمونيوم ثيو سيانات، تمام. اذا كان عندكم طلع عندكم اللون ريد معناها لسه الرياكشن ما خلص، اذا طلع عندي كملتوا بويلينج، اذا طلع عندي كلرلس معناها كلرلس اوكي، معناها الرياكشن خلص. فكمان مره شو عملتوا بعد ما زليتوا عن الزنك، تمام، رحتوا ضفتوا عليهم 10 مل من النون لحتى يبلش عندي عمليه الريدكشن، وضفنا H2SO4 كان عندي اللون يلو، بلشتوا تعملوا بويلينج غليان لحد ما اللون اليلو اختفى،
تمام، بس لحتى تشيكوا انه عن جد 100% الرياكشن صار وخلص، انا عملت ريدكشن لجميع الاف اي 3 بلس، عملته تيست باستخدام الان اتش 4 اس سي ان. اتوقع بكون حاطين لكم شيء تعملوا فيها التيست، تمام. كنتوا تاخذوا عينه من السوليوشن تبعكم وتحطوا فيها وتضيفوا عليها دروبس من الامونيوم ثيوسينات الان اتش 4 اس سي ان. اذا كان معاكم اللون احمر معناها الرياكشن لسه ما خلص، اذا صار معكم اللون كلرليس معناها الرياكشن خلص. فخلينا هون نكتب الستيب الثاني هي دبل تشيك، تمام، او خلينا نكتب تشيك. فور كومبليت رياكشن رياكشن، تمام. طيب بعد ما تأكدوا انه رياكشن كلياته خلص، شو عملتوا؟ هدول اجيتوا عملتوا لهم فلتريشن، تمام. الستيب اللي عندي اياها بعد هيك فلتريشن لحتى تاخدوا السوليوشن لحاله. فكمان مرة هاي المادة الموجودة هون عملتوا لها فلتريشن، حطيتوا اتوقع قطن لحتى تفلتروا وصرتوا تديروا بالسوليوشن، وهذا الفلتريت اخدتوه وضفتوا عليه H3BO4 والانديكيتر اللي هو دايفين الامين. تمام، طبعا هون عندي الفلتريت او اللي هو نفسه الانون اللي هو عبارة عن Fe2+. بلشت تعملوا تايتريشن بالكيتو او الدايكروميت، تمام، لحد ما صار عندي اللون برضو فيولت. ما اختلف عندي البروسيجر بالتايتريشن، تمام، نفسها هي، بس الفرق عندي ان انا عملت ريدكشن للاف اي 3 بلس وحولتها لاف اي 2 بلس، اما عملية التايتريشن هي ما فرقت عندي، رح تحول عندي اللون من كلرليس لفيولت. طيب بعد هيك بنفس الطريقة بدي اطلع الكونسنتريشن للاف اي 2 بلس، كانت عندي المعادلة او خاص كانت عندي الراتيو 6 to 1 M1 V1 over 6 equals M1 او سوري M2 V2. كمان مرة كانت الراتيو 6 Fe 2 plus قدامها 1 مول من ال K2 Cr2O7، تمام. طيب هاي نحكي ال Fe 2 plus وهاي لـ C2Cr2O7. كمان مرة M1 بدي أحسبها times الفوليوم، إحنا أخذنا 10 مل over 6 equals 0.02 times. هلو هون بتوقع الفوليوم يكون عندي الدبل، تمام؟ أوكي، يعني أنا أول مرة حفترض أنه طلع معي الفوليوم 3 مل، هون بتوقع يطلع عندي الدبل 6 مل، أو المهم يكون عندي رقم أكبر من 30، يعني وطلع حدا معه رقم مثلا 2.5 مل، هاي خطأ مستحيل، فلازم عندي هون الفوليوم يكون عندي أكبر من الفوليوم اللي طلع ببارت A. فهون أنا بدي أفترض إن طلع معي 6 مل over 1، طبعا هون ما بتفرق، تمام. طيب فهون times 6 over 10 لحتى أطلع المولاريتي ل ال Fe 2 plus، بتطلع عندي M1 equals 0.072 تمام مولر. طبعا هاي هلا اذا بدي احولها ل المستر محمد جرام بير لتر، حكي انا بضرب بالمولر ماس. طيب هاي المولاريتي للاف اي 2 بلس، انا كيف بدي اطلع المولاريتي للاف اي 3 بلس؟ بحكي بكل بساطه انه هاي المولاريتي تبعت بارت بي هي اصلا، خلينا نمسح كل اشي، كمان طلعت معي المولاريتي للاف اي 2 بلس equals 0.072. هلا انا بدي المولاريتي لل Fe 3 plus، خلينا نحكي انه هاي المولاريتي هون خلينا نسميها مولاريتي بي، مولاريتي تبعت بارت بي هي بالاصل عباره عن المولاريتي، خلينا هيك كابيتال بي، تمام، هي اصلا عباره عن مولاريتي، اوكي راح اكتبها تحت احسن، نحكي ام اف اي 2 بلس ببارت بي ايكوالز المولاريتي للاف اي 2 بلس
زائد المولاريتي لل Fe3 بلس مانس انه احنا كان في عندي Fe3 بلس حولتها ل Fe2 بلس. طيب هلا هاي من بارت A احنا بنعرف انها 0.036 وهاي عندي 0.072 بلس مولاريتي Fe3 بلس، فبتطلع مع مولاريتي Fe3 بلس 0.036 equals المولاريتي لل Fe3 بلس. فكمان مرة ببارت بي أنا فعليا كان في عندي Fe3 بلس و Fe2 بلس، شو عملت؟ حولت ال Fe3 بلس ل Fe2 بلس واستلها الكونسنتريشن، تمام؟ طلع معي هذا الكونسنتريشن، ما أنسى إنه هو مجموع هدول التنتين مع بعض، أنا هاي بعرف الكونسنتريشن اللي إلها من بارت A فبس عوضت مكانها وطرحت. طيب هلا هو طالب مني الكونسنتريشن ب جرام بير لتر، فراح أضرب تايمز 55.8 بطلع معي المولاريتي بجرام بير لتر او الكونسنتريشن بجرام بير لتر. هيك بتكون خلصت تجربتنا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. اي ملاحظه اي فيدباك بتقدروا تبعتوا لي مسج او تتركوا كومنت، ويعطيكم العافيه.